باش تجيك بنينه وبلا ريحه واللي داقها عندك ما ينساها. تقليه او دواره ام دغمره بمذاق الاعراس، هذه ماشي غير غتعجبك، هذه غتاكلي سبيعاتك عليها. وكيف ما سبق ليا ودرجت معاكم الطريقه السهله كيفاش نقيو الشكمبه او الدواره باش ما كتجيناش الريحه نهائيا في هاد التقليه بمذاق الاعراس. لهذا سيداتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. وكالعاده الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارطاج باش تعمل فائده على الجميع. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بركه الله ونقولوا بسم الله. بطريقه امي لتحضير التقليه او الدوار، واول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي التقليه ديالنا او الدوار بما فيهم الشكمبه والريه وشويه ديال داك الشحمه اللي تيقولوا لهم الهبيله على ما اظن. يعني كل واحد وشنو كيدير، كاين اللي كيدير الحنجره اي القرجوطه، كاين اللي كيزيد عليها اللحم الراس، كل واحد واش كيدير. انا كندير غير هاد القطع هادو اللي كنفضلهم في التقليه، وانتم لكم الاختيار. بعد ما درجت معكم لا فيديو كيفاش نقيوها وكيفاش نقطعوها بكل سهوله، ما كاين لا شد معايا ولا نشد معاك، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف كيفاش نظفنا الشكمبه ديالنا او الدواره ديالنا، وكذلك الطريقه ديال التقطيع. غنخلي لكم لا فيديو في رابط صندوق الوصف ان شاء الله. ونبداو عبركه الله ونقولوا بسم الله. اول حاجه عندنا هنايا طنجره او الكوكوت الطنجره ديال الضغط ديالنا، وعندي حبه بصل اللي تكون متوسطه الحجم. بالنسبه للناس اللي تيقول كيطيبوا التقليه بلا بصله راه ما كتجيش فيها داك الخطوريه ديال داك المريقه ديالها وداك الدغميره، كتجي بحال اللي مقليه في الزيت رغم انها التقليه، ولكن ضروري من داك الحبيبه ديال البصله هي اللي كتعطينا داك الخطوريه وداك الدغميره اللي كتكون في التقليه ديالنا وكتجينا معلكه وخاطره. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي حبه بصل اللي تكون متوسطه لا باس بها، الا كانوا حبات ديال البصل صغار غادي نديرو زوج حبات من البصل اللي كنحكوهم في الحكاكه، يعني ما نشلضوهمش بيدينا او نقطعوهم، يبقاو لينا باينين ومعصعصين وما كيطلقوش داك الخطوريه ديالهم. من الاحسن نحكوهم في الحكاكه الغليظه ما بين وبين. كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما حكينا البصله كنحتاج هنايا ما بين 4 حتى 5 ديال الفصوص ديال الثوم، الا كان الثوم الحبات غير صغارين نديرو 6 ديال الحبات او 5 ديال الحبات ديال الثوم، كانوا الثومات الحبات كبار كنديرو 3 ديال الحبات ديال الثوم. والثوم ضروري في التقليه ديالنا. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ هنايا داك الحبات ديال الثوم وكنحكهم في الحكاكه. على فكره هاد الطريقه ديال التقليه عمرني ما بدلتها، يعني في الطريقه ديال النصيب او التحضير ديالها هذه هي اللي كندير معتمده هاد الطريقه ديال الام ديالي الله يخلي لكم كلكم جميع الامهات ديالكم. وهذه هي الطريقه اللي كندير دائما بدون اي اضافات. كيف ما قلت لكم راه ماشي غير غادي تعجبكم، غتاكلوا صبيعاتكم وراها كتجي لذيذه لذيذه بزاف. كيف ما كتشاهدوا معايا نمروا المرحله ديال العطريه او التوابل. عندي هنايا ملعقه صغيره بومبي مملوءه جيدا من سكينجبير، نصف ملعقه صغيره من الابزار، نصف ملعقه صغيره من الخرقوم، وعندي هنايا ملعقه صغيره غير مملوءه جيدا من القزبر حبوب مطحون، وعندي كذلك جوج معالق صغار من الكمون. كيف ما كنعرفوا التقليه كتبغي الكمون. وعندي هنايا ملعقه صغيره من التحميره اي الباربيكيا، وغادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف كيفاش تحضري التحميره غير في المنزل ديالك غير بالفلفله العاديه بلا داك النيوره، حيت مرات كنلقاوها بعض المرات ما تلقاوهاش. هنايا عندي الملح حسب الذوق، غادي ما تملحوهاش بزاف بزاف لان الدواره ديالنا او الشكمبه غسلناها، يعني منين كنا كنضفوها درنا ليها الحامض. كيف ما كتشاهدوا معايا كندير هنايا ربع كاس من زيت الزيتون، غير ربع كاس، لان كيف ما كتعرفوا التقليه ديالنا فيها الشحمه وكتطلق لينا الدم غير وحدها، نديرو غير ربع كاس ديال زيت الزيتون. عندي 3 ديال الوريقات ديال اوراق الرند او اوراق سيدنا موسى، وعندي ملعقه صغيره مملوءه جيدا من عشوب ديال المروزيه، هذيك المروزيه اللي كنديروا في اللحم مع البرقوق الى اخره، يعني راه كتباع عند العطاره، قول له عطيني غير المروزيه غيعطيها لك، كديري معلقه صغيره من المروزيه عفوا، وكتجيك هاد اللذه ديال التقليه كانك كتشمي ريحه ديال
الطياب ديال الاعراس. كماشي كتاكلي التقليه كانك كتاكلي اللحم بالبرقوق، خصوصا ملي غسلناها ودرنا لها داك المرحله ديال التقشير، يا سلام كتجينا التقليه بدون رائحه. درت هنا واحد الكويس ديال الحمص، لان الا ما درتش فيها الحمص وليداتي ما تياكلوهاش، هي كياكلوا التقليه والدوره الى اخره، ولكن تيبغيو ضروري الحمص. الحمص نتوما لكم فيه الاختيار، اللي بطبيعه الحال في الزقليله كامله قبل كندير غير كويس، وانتم لكم الاختيار. وعلى سميناها التقليه، غنديروها تشحر لينا على نار مهيله حتى كتقلى لينا مزيان مزيان في الاول بدون اي قطره ماء، يعني غير التوابل وداك الزبيته اللي زدنا كنخليوها تشحر لينا مزيان مزيان والنار تكون مهيله. بعد ما كتقلى لينا تقريبا واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه ومره مره نحركو، كنضيف هنا الماء الكافي على حسب الكميه اللي درتو نتوما ديال التقليه او ديال الشكامبه. كندير الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه، والماء من الاحسن يكون ساخن، ما يكونش الماء بارد او يكون دافي، من الاحسن يكون ساخن باش كتساعدنا يعني دغيا كدور لينا داك الصفاره وما كتكنزش لينا هذيك الشكامبه ديالنا. من بعد ما كيدوز الوقت يعني تقريبا ما بين ساعه او نص ساعه حسب الدواره ديالكم واش طيابه ولا ما طيابهش، على حساب الحولي واش كبير ولا صغير. نتوما غادي تاخذوا الوقت بعين الاعتبار، مره مره غتطلعوا عليها كيف ما قلت لكم، ديروا الماء الكافي باش ما نبقاوش كل مره نحلوا عليها ونلقاوها وكحات، وزيد الماء زيد دقيق كتجينا بازله. نديروا الماء الكافي ونسدوا عليها ومره مره نحركوها حتى كنحسوا بها راها طابت، كنحلوا عليها كنقيسوا داك الحميمسات كنلقاوهم طابوا وداك الشكامبات كنلقاوها طابت، والمريقه ديالنا اختارت لينا ولات مدغمره كيف ما كتشاهدوا معايا في لا فيديو. كنجيبوا هنايا طبق التقديم وهانتوما كتشوفوها على عينيكم، والصوره خير دليل. كتجينا داك المريقه ديالها ماشي ميدمه، ماشي الزيت عايمه من الفوق، كتجينا مدغمره، يعني داكشي حدو قدو. المقادير اللي ذكرت معكم غير تبعوهم باش كتجينا ما فيهاش داك الزيت، يعني كتقهم كتاكل ديال التقليه ما عجبكش لا في الريحه ولا في اللذه، وداك الزيت عايمه من الفوق. ما تكثروش الزيت على حسب داك الشحيمه اللي درتو، غير بيعكس او اقل باش تجيكم مدغمره وخاطره ومعلكه كيف ما كتشاهدوا معايا. من اروع من اروع ما تحضري في التقليه، كل واحد كيعجبو الطياب ديال الام ديالو، ولكن هذه الطريقه ديالها راها بنينه كانك كتاكلي تقليه ديال الاعراس، كتجي رائعه جدا. وبالنسبه للناس اللي تيقولوا منين كنقشروها او منين كنقيوها راه ما كتبقاش حرشه، ها هي قدامكم على عينيكم مازال حرشه. حنا حيدنا غير داك الجلد الفوقاني الميت عزكم الله اللي تيكونوا فيه الفضلات، باش ما كتجيناش هاد الشكامبه او هاد التقليه ديالنا فيها واحد الريحه كتروع القلب. كاين اللي كتعجبو وكيتجنبها، تيقول لك طيبوها ما نشماش حتى تغرفوها، يعني حتى تصبوها في الطبسيل عاد ناكلها، هذه لا ما حدها كطيب وانت كتسنى عليها وقتاش تناولها، كتجي من اروع ما يكون. نتمنى من كل قلبي تعجبكم الوصفه ديال اليوم، كتجي من اروع ما يكون. والعيد الكبير قرب، علاش لا قلت ما ندرش معكم الطريقه ديال التقليه او الدوارة، وسبق لي ودرجتها معكم في السنة اللي فاتت بنفس الطريقة، يعني ما غيرت فيها حتى حاجة، غير حاولت نعاود لا فيديو باش كلشي يستافد. وباش تجيك بنينة والوصفة هي هذه، وغنخلي لكم في رابط صندوق الوصف ان شاء الله لا فيديو اللي شاركت معكم ديال كيفاش نقيو الدوارة في رابط صندوق الوصف ان شاء الله. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط، والى اللقاء في وصفة مقبلة ان شاء الله، وعواشركم مبروكه.